شكون هي البنت؟ انا انت راه كنفيق زوينه. المهم صافي اوش ما قدرتش نفيق. افهمت انا ديما واش نفيق، انا كامل عاسه بزاف كنفيق زعما. صباح الخير لي زامي، ويلي بلي كنهضر هاك صافي خليني نسكت. صباح الخير، ما بغيتش نخرج دابا نهضر. انا في نعاس، ما تشدوش عليا العظام في نعاس، كتبش عليكم عفوا. وي ليش الشلال. صباح الخير لي زامي، كديرين صافي لاباس عليكم؟ صافي انا غنهضر دابا مزيان صافي، ما قدرتش والله ما قدرتش نقول لك نحاول. صافي صباح الخير لي زامي، صباح النور، كديرين لاباس عليكم؟ كلشي لاباس؟ علاش كنبقى مظلمه؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد لي زامي. اليوم غنشد لكم مقدمه طويله حيت انايا في اللي هضر بغيت نرجع للناس وما نقدرش نرجع للناس دابا اصلا في هذا الحال. ايوا لي زامي شنو غنقول لكم؟ اليوم انا فايقه بكش، انا غدا معرضه لواحد العرس ديال بنت خالتي. ايوا انا شحال هادي ما تعرضت لشي عرس وفرحانه حتى نمشي للعرس صراحه، حيت ما عرفت بغيت نمشي لشي عرس حيت حالي مشيت لشي عرس سمتو. حتى انا معروضه فرحانه حتى نمشي لواحد العرس زوين لي زامي ونديكم معايا بيسر. انا ما مشيتش بوحدي للعرس اصلا، انا غير العرس باش نديكم معايا. ايوا لي زامي اليوم فايقه بكري حيت خاصني نوجد راسي، حيت خاصني نمشي للحمام، حيت خاصني نصايب شعري، حيت خاصني نكرتش كشيطه وفهمتوا عندي شحال من حاجه خاصني ندير هاد النهار. داكشي علاش فقت بكري وصافي لي زامي. والضفار ديال ايدي ورجلي مشيت صايبتهم البارح، ولا البارح ولا البارح مشيت صايبتهم البارح عند ميس ايمانويل. رديتكم معايا لي زامي وصورت لكم ونخلي لكم في هذا الفلوغ. وصافي لي زامي دابا انا غادي نوض نغسل وجهي تفوس طايخ ونجبد حوايج الحمام، خاصني نمشي للبوسطة. قالوا لي اجي قبل من العشر قبل ما يخرج الفاكتور، وانا وحاج غنرجع قبل من العشر دابا 9:30. لي زامي قبل ما نمشي للحمام بغيت نوريكم واحد الزيت كنديرو لشعري زوين كيقوي شعري وكيطولو. شوف هو هذا الزيت ديال سوابل اوما، انا كندير لاكام كامله. هذا كنديرو في ابخي شامبوان ماسك، كنخليه في شعري واحد 5 دقائق. عرفتو هذا كيطول لكم الشعر كيعطيكم واحد لابغيونس في شعركم خطير. هذا كنديرو الشعر كنبقى بيه شي ساعه، علاش كنغسلو هاد الشعر؟ سامبان لكم درتو دابا حيت دابا يلاه 9:09 وانا غادي للحمام حتى 11 فهمتو باش يطيب شعري. وهذا سيروم ديالو غادي لاكام كامله. هاد السيروم فاش كنخرج من الحمام شعري فازك كندير شويه، وفاش كينشف شعري كنعاود ندير منه. زوينه هاد لاكام لي زامي، فن على حسابي انا ما بغيتش تخطاني شي اللي كندير لشعري. الا بغيتوها نخلي لكم لاباج ديال لاباج ديال سوابل اوما في الديسكريبسيون، ونخلي لكم صوره ديال لاباج هنايا، ونخلي لكم اللين ديال السيت. وراه باقي دايرين شي برومو ديال 40%. ولي 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 لي زامي هاد لاكام راه خطيره، ديال الشعر واعره واعره واعره. انا شعري مابقاش كيطيح ليا نهائيا، ولكن راه زوينه غير هو نطلع القشره حيت تبعت واحد الشامبوان ديال اسيف ما زوينش خيب. فلي زامي دابا كنابليكي هاد الزيت على شعري ونخليه واحد ساعه ونص ولا ساعه ونمشي للحمام. ومن بعد غادي ندير هذا فاش نغسل شعري غندير هذا، ومن بعد غادي ندير تنخرج وندير السيروم. لازم نوريكم لي برودوي اللي كندي معايا للحمام حيت كتبقاو تسولوني ديما، ودابا جبتهم قلت نوريهم ليكم. نوريكم الشامبوان باش كنغسل شعري، كنت كنغسل بهذا ديال اسيف، وهذا واخا ديال كيقول لك بلي زعما ديال الشعر الدهني دار لي القشره وما جانيش زوين ما عجبنيش. يلاه شريته شوف، وخديت هذا، خديت هاد لاكام كامله. هذا واخا كيقول لك ديال الشعر ناشف، انا وافق لي شعري قبل ما كينشف شعري زعما، هذا ماشي ديال الشعر الناشف. انا فاش جربتو جا ليا مزيان مع شعري، خديت لاكام كامله. وهذا ديميلور، هذا باش كنغسل شعري. هادي ديال دوغو انتيم، وهادو ديال لوجه ديال كارني، وهادي اكرون ديال الشمس. هادوك ديال كارني لي زامي كنديرو حتى كنخرج من الحمام. هاد لاكام ديال فيشي باش كنغسل وجهي في الحمام، حمام ولا ديما كنغسل بها وجهي. هذا جيل نيتواي، وهذا كوماج باش نوريك. هذا كوماج وهذا كريم دو جوغ. وهادي ديال سوابل اوما الماسك اللي كندير لشعري، تالك كندير جهوه زوين كيخلي واحد الريحه زوينه.
هذا الجيل دوش على زامي تجوز بين الجيل دوش كان جابته ليا خالتي. وهذه لاكام ديال مسك الطهاره الصابونه و مسك الطهاره هذا هذا لونشن هذا سبراي ديال لو كور وهذا كريم ديال لو كور كدهنوا على لحمكم على زعما صافي هادشي اللي كاين وخرقه ديال الحكان وخرقه ديال الصابون زعما نعرفكم غتسولوني على الصالون اللي صايب شويه لجال شوف شي حاجه زوين خدمتهم فنه 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 كيف ما جبتو ليهم الديزاين اللي بغيتو الديزاين اللي بغيتو صايبوه ليكم غادي يجيبوه ليهم غادي يصايبوه ليكم الصالون اللي صايب شويه لجال كاين في التوين في المعارف في التوين في بروميير ايطاج ميس ايمانويل هو الصالون اللي كان صايب عنده ديما 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 لجال وخدمتهم فنه لزامي انا ما غاديش نحتاج نبقى ندوي لكم على خدمتهم شوف وديما فين ما كنجيب لهم شي ديزاين كيسرعوه ليا الصراحه والله كنت يمكنني في المعارف في التوين في بروميير ايطاج ميس ايمانويل ميس ايمانويل لي زامي حيت كاينين بزاف ديال لي صالون هنايا ولكن سيروا عندهم هما حيت غادي يصيبوا لكم لو جيل فن والثمن ديال لو جيل لي زامي 100 درهم لو جيل افيك ديزاين 150 درهم ولكن الا كان شي ديزاين شويه صعيب يعني فيه الخدمه بزاف كيبقى لكم 200 درهم بحال هذا اللي درت انا كيدير ب 200 درهم صافي لي زاميرا كيديروا حتى لي سيلونسوا انا صايب حتى رجليا درت لي فوزونغل ودرت ليهم درت الفخانج صافي لي زامي دابا غادي نمشي للدار باش نكمل التجهيزات ديالي باقا باغا ندير لي سيلونسوا باقا باغا ندوب نمشي للحمام ولكن بغيت نحيد عليا لو جيل اليوم حيت فريمون كيسد الوقت وخاصو نهار غير بوحدو صافي لي زامي هادشي اللي كاين ضربنا بواحد تحمحيمه لي زامي في الفن انا وخاولا قول لهم بلي التحمحيمه شحال زوينه اجي تخيلي شوفوا شوفوا الضنيقه والزين والسر يا اختي وبيضيتي ايوا واحد التحمحيمه لي زامي فن والله هي لك السلونه واحد طيبه تضريفين هاد الصبا كاين في سيدي معروف سميتو مالوكس انا نخلي لكم كلشي في الانستغرام شوفوا شنو جابوا لينا يا تشي تحزن لي خلينا خشي نسخنوا شويه اجي نديرو الصور لويزا لي زامي شحال بنينه لازم يشوفوا انا صايب شعري طيبوا لي بروشينغ خطير ودرت العصير كنت واحد المزغبه لزامي حيد زغب احت غدا معرضه للعرس ما نقع من حيد وك عجبني اصلا غادي ندير لي سي شوف عينيا قبل ونوريكم بعد الفنيا ونيا ويا لالا سلمى في عمريا ويا لالا الفنيا ونيا ويا لالا سلمى في عمريا ويا لالا الفنيا هاي لي زامي لقيتني كنقيس التكشيطه ديالي اختي البارح فاش عليا الحال وما مشيتش شوفوا راه صار مخي كاع ما فرش على بالك ما زدنا داك الشيء خاوي فهمتوا لقيتني دابا كنقيس التكشيطه ديالي مع لي طالون تا هما ديالي ماشي ديالي صراحه ياكو كنت نوريها لكم قبل ما نقاد الحال دابا انا كنقيسها كنقاد داكشي الحال على زعما شوفوا كانت هاد التكشيطه كنت باغا نكري هاد قلت لكم على زامي كنت باغا نكري هادوك ديال الجوهره ولكن هادوك ديال الجوهره ما لقيتهمش وانا ما مشيتش كنت البارح كنت اليوم واليوم فين كاين العرس حيت البارح فاش جيت من الحمام انا رجعت للكاوا على زعما مشيت دخلت نعس ايوا وافقت اليوم قالت لي ماما راه الجمعه فين غتلقاي التكشيطه انا كنت كنقلب على سعدي وعلي لقيت كلشي ساد وقيت غير واحد المرحله بزز قلت لي ما عنديش تكشيط ديال لقيت واحد اللي كيلقى تخو شارج على زامي داكشي عامر ما عجبنيش وجاب لي هذه التليجه قيستها عجبتني جاتني زوينه
صافي واخا كيبغي واحد الشكل اخر، ولكن ماشي مشكل هذا الشيء عجبني. شوفوا لي زامي هذا هو الطالون اللي لبست، صراحه عالي واحد الشويه، غادي غير ندخل بها لي زامي وغادي نحط ضروري غندي معايا شي صنداله حيت انا ما نقدرش نتحرك بحال هكا امبوسي. انا جيت دابا عند عفاف غادي دير ليا مكياج، عفاف ميك اب ارتست صاحبتي كدير مكياج زوين، كدير العريسات لكلشي، ديجا دات ليا لوك ديال العروسه او كنت بارطاجيته معكم عند خوله فلاشين ديال خوله وطلعتني زوين، وانا باش تعرفوا ليا الوجه خاصكم تكونوا محترفين في المكياج، فهمتوا؟ حيت انا كاع ما كيجي معايا المكياج دونك خاصكم تكونوا محترفين باش تعرفوا الوجه. وصيبت لي واحد المكياج زوين، والبارح صيفطت لها ميساج قلت لها عفاف واش انت ديسبونيبل ندوز عندك دير لي شويه المكياج، قالت لي اجا مرحبا بك. وجيت عندها اليوم دير لي المكياج خفيف، قلت لها ما ديريش لي فوق عيني، ما بغيتش داكشي اوفر، بغيت داكشي خفيف. صافي لازم انا غادي نبارطاج معكم مكياج كيفاش غدير لي مكياج تو دابا قبل. هاي 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 شحال جيت زوينه هاي شوفوا.
كلاس ماشي هكا الدراري الصغار ما كيعيش بحال هكا ما وردتش فهمتيني العشاء خاص تكون ناعس مش لاش الصباح بعدي من وقت عاد تضرب ما قلت لك واش الكلاس مع الصباح Yeah.